أهلا بكم من جديد. تتواصل اليوم الأربعاء الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا. في المجموعة الأولى خسر الريان القطري أمام الشباب السعودي في الدوحة بهدفين لا رد لهما، فيما تفوق الاستقلال الإيراني على مضيفه الجزيرة الإماراتي بهدف. وفي المجموعة الرابعة تفوق الاتحاد السعودي على الأخوية القطري ب3-1 في مكة المكرمة. إذن الشباب الليث السعودي عاد من الدوحة بانتصار ثمين وضعه في قمة المجموعة الأولى التي تركها الجزيرة الإماراتي بسبب خسارته على أرضه وسط جماهير بهدف من استقلال طهران. معين السواري يفصل في المباراتين. الشباب السعودي في ضيافة الريان القطري، وهدف الضيوف تكرار فوز الذهاب ومضاعفة فريق النقاط مع أصحاب الأرض لوضع قدم في الدور التالي. طموح سعى له الشبابيون مبكرا، فاهتزت شباك الريان بالهدف الأول في الدقيقة 7 عبر عيسى المحياني. المد الهجومي للفريق القطري انتهى على أبواب وليد عبد الله، وما فاته من الكرات تكفل بها المدافعون أو تصدى لها القائم، لينتهي الشوط الأول بهدف المحياني بانتظار محاولات التعزيز أو التعويض في الثاني. 45 دقيقة أخرى استمر خلالها الريان في السعي للإفلات من خسارة تنهي أماله في البطولة، وكاد أن يستغل هدية شبابية مرت بسلام على مرمى الليوث، لكنها حيرت مدربا وأقلقت آخر. وكما جرت العادة، حارس الشباب يتدخل لإنقاذ الموقف والإبقاء على تقدم فريقه. ولأن هدفا واحدا لا يكفي وقد يغير الريان النتيجة في أي لحظة، قرر حسن معاذ إطلاق رصاصة الرحمة على الفريق القطري في اللحظات الأخيرة، مسجلا هدفا ثانيا ومنهيا الشكوك حول هوية المتصدر الجديد للمجموعة الأولى بعد تقدم الشباب بنقاطه 9 إلى الصدارة، مستغلا خسارة الجزيرة الإماراتية أمام استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد. الجزيرة بخسارته ظل على رصيده السابق ب7 نقاط، بينما تقدم الاستقلال بنقاطه 4 للمركز الثالث، تاركا المركز الأخير للريان القطري ب3 نقاط. معين السواري، العربية. ومن الرياضة تحق بنا فهد الكلثم، دولي سابق، لاعب الشباب السابق في عصره الذهبي. فهد أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. أمتعك الشباب اليوم فهد؟ مساء الخير استاذ. مساء الخير بتال. بصراحه اهم شيء النتيجه، الف مبروك لكل شبابي، وكنت متوقع بامانه قبل المباراه. اذا تتكلم عن المتعه، لا، لم يمتعني الشباب، ولكن انا كنت اطلب من الفريق الشبابي انه يتجاوز الفريق ريان. كنت اتكلم يعني او احداث او وضع الريان في الدوري القطري، استطاع وظروف اللي يعيشها الحمد لله، استطاع الفريق الشبابي استثمار الوضع اللي فيه، رغم ان الريان لم يكن سيئا بامانه. سجل الشباب في بدايه المباراه واستطاع ان يسير المباراه، رغم انه الهدف دائما واحد يجعل الفريق تحت الضغط، لانه ممكن في اي لحظه يسجل الفريق المقابل التعادل، وهذا اللي حصل. عده هجمات لفريق الريان، ولكن الحمد لله في النهايه حسمها الفريق الشبابي. جميل. طيب احنا نتكلم عن فريق يلعب كمجموعة، كتكتيك، كنظام داخل الملعب. المتعة احيانا تأتي واحيانا لا تأتي. انت قلت لم يكن هناك متعة، لكن هل شاهدت فريق جماعي يلعب بتكتيك واضح وجسد واحد؟ نعم. كان في يعني اذا بتتكلم عن غياب لاعب مهم في الفريق الشباب اللي هو عبد الله الأسطى، كان الجميع يتساءل كيف المدرب عمار سويح يحاول يعوض غياب الأسطى بالشكل او توزيع اللاعبين داخل الملعب. كان فيه تقريبا بوضع عمر الغامدي والخيبري مع وجود المرشدي محاولة سد الثغرة او مكان عبد الله الأسطى، يعني استطاع بهذا على الاقل الطريقة او توزيع اللاعبين انه سد الثغرة اللي لم يستطيع الاستفادة منها الفريق الريان. كان توزيع اللاعبين اذا بتتكلم مثلا 4-2-3-1
أو 4-5-1 كان. نعم. فريق الشباب لا واضح أنه يلعب وفق طريقة حافظينها وفق أداء جماعي جيد. نعم. أنا مطلوب مني أني أتجاوز وهذا اللي حصل. الشباب استطاع التسجيل وكان يلعب واضح أنه حتى وهو يدافع صح في بعض الهجمات اللي كانت ممكن تسجل، ولكن شكل الشباب واضح أنه يعني قاعد يؤدي عمل فني داخل الملعب واضح. جميل. جدا جميل جميل. كابتن، مباراتين للشباب الجاية، واحدة على أرضه واحدة خارج أرضه، يبدو لي محتاج هو بس فوز واحد في نقطة واحدة. نعم. يعني نقطة واحدة للعبور يضمن التأهل. نعم. للعبور لأنه عنده 9 نقاط الفريق. تفضل تفضل كابتن تفضل. يعني من بداية قبل ما نبدأ أو قبل ما يبدأ الشباب في تبدأ التصفية، كنت أنا أرشح لن تكون يعني بعيد عن الجزيرة والشباب. حتى المباراة الأولى بعد ما خسر الشباب من الجزيرة كنت برضو مصر على سيكون في نهاية المطاف أنه يتأهل الشباب السعودي والفريق الجزيرة. الآن الشباب في الصدارة، نقطة واحدة كافية إن شاء الله. نعم. الإعلان نفسه رسميا المجموعة الإعلان نفسه رسميا، رغم يعني الحمد لله أن كان الشباب الجميع يعلم ما كان يؤديه داخل يعني داخليا كان في تذبذب في المستوى، في بعض النتائج لم ترضي عشاق نادي الشباب، لكن الحمد لله في هذه في البطولة الآسيوية والمشاركة الخارجية أدى الشباب بنسبة كبيرة أداء مقنع للجمهور الشبابي. كان الهدف زي ما قلت لك أنه ترشح عن البطولة أو عن المجموعة، إن شاء الله خلاص يعني خطوة واحدة يعني يكفي التعادل ان شاء الله وتكون في ان شاء الله تأهل عن المجموعة. نعم. الشباب بالعطاء اللي قدمه قادر ان شاء الله يعني بعد انت ما تتجاوز المجموعة انك انت يتغير شكل الشباب ان شاء الله الافضل للشباب اللي احنا نعرفه دائما المنافس على اي بطولة يشارك فيها. جميل. كابتن، في المباريات الماضية ومباراة هذه تحديدا، ايش اللي انت شايفه في الشباب مو معاجبك وتبغاه يتغير فنيا تكتيكيا نتكلم؟ والله من بداية الموسم يعني اللاعب الكولومبي توريس، يعني أنت دائما لما تتعاقد مع لاعبين محترفين يجب أن يكون هناك إضافة للفريق، يعني إذا بتتكلم عن مثلا يعني حي اللاعب الأجنبي الفعال في الفريق الهلالي اللي يعمل فارق حقيقة داخل الفريق. في الفريق الشبابي بأمانة رافينها تحسن مستواه بشكل كبير، ولكن ليس بذاك اللاعب، يعني ليس بطموح الشبابيين أيضا هو توريس، يعني خاصة اللاعب توريس يعني ما يضيف للفريق، يلعب كأنه زي أي لاعب حتى في البدلاء. أتمنى إن شاء الله إنه في القريب يعني إنه يكون لاعبين أو يتعاقد مع لاعبين أفضل من اللي جميل. إحنا شاهدهم حتى فرناندو اللي اليوم أدى دور الدفاعي، لا يجب إنك أنت تستقطب أو تتعاقد مع لاعبين 3 لاعبين أقوى من اللي موجودين الآن. أتمنى إن شاء الله وقادر النادي عنده الإمكانية إنه يتعاقد مع أفضل من اللاعبين الموجودين، لأن راح يعملون إضافة أكيد راح يتحسن شكل الشباب إذا استقطبت لاعبين أفضل من 3 المتواجدين. شكرا جزيلا فهد الكلثم اللاعب الدولي السابق. شكرا فهد. في المجموعة الثالثة رد اتحاد جدة السعودي، أدينا للخوي القطري وهزمه بثلاثية ساخنة. لطف الزعبي يفصل. الاتحاد الإخوية في دوري المجموعات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا المجموعة الثالثة، الدقيقة 10 فرصة اتحادية مختار يناور يحاور يكاد يسجل بجانب القائم، 5 دقائق بعد ذلك مرتدة للإتي بينية المولد مع أبو سبعان، متابعة ترتد من الحارس تفلت مختار فلاتة بالمرمى يضعها هدف التقدم للإتي وسط سوء تغطية من التريزور، 5 دقائق أخرى ركنية للإخوية تحول للصندوق بالرأس، سوء تغطية من الحارس برأسه تبعها في المرمى الاتحادي عادل لامي، التعادل، الدقيقة 25 طويلة من المنتصف تصليحة بالرأس للجزاء سيطر عليها بثقة عالية وضعها في صدر شباك الإخوية، تقدم الاتحاد بهدفين، عبد الفتاح عسيري آخر من سجل في الأول، إلى الثاني الدقيقة 55 خطف الكورينا متوغل بالجزاء سددها تتهادى بجانب القائم الأيمن لفوز القري تحسر عليها جريتس، الدقيقة 79 تمرير للعامري توغل أرسل عرضية غمزها بسن القدم اليمنى 3 أهداف العميد، هذا عبد الفتاح عسيري بمرمى كلود أمين طغى الأصفر، كلود أمين دفع الغامدي بظهره منحه العماني صفراء سقطت من يده، بدأ الاشتباك، توتر غير مبرر، أين العقلاء؟
صفر الحكم، فاز الاتحاد، رفع الجروني على الأعناق فيما اشتبك هناك نجوم الفريقين وسط روح بعيدة عن الرياضة. لطف الزعبي، العربية. أذكر بأن هذه المباراة في المجموعة الثالثة. أمس لعبت المباراة الأولى بين العين، وكان العين قد انتصر فيها على الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد. صدر حتى الآن للفريق الإماراتي. من الرياضة التحق بنا سعد، تعادل بهدفين لهدفين، صححوا لي الزملاء، ما كان فوز العين. فمن الرياض الآن يلتحق بنا كابتن سعد الشهري المدرب السعودي. سعد أهلا بك معنا. سعد، الاتحاد فريق لا يمكن أن تضع له مقياس هذا العام، فريق يؤدي أسوأ العروض وفجأة ينتصر بأقوى المستويات، شو السبب؟ شفنا اليوم عرض قوي أمام الخوية. مرحبا بالتال، أهلا بك ومبروك للفرق السعودية الثلاثة. أعتقد أنها جولة سعودية مميزة باستثناء نادي الفتح. نفس التساؤل بالتال بالنسبة لنادي الاتحاد، لكن أنا أعتقد أنه مشكلة الاتحاد هذا الموسم اعتماد الكلي على لاعبين من الشباب، ودائما اللاعب اللي في هالمرحلة هذه أو في العمر هذا تجد دائما ما يتجلى ودائما ما يبرز ودائما ما يظهر في المباريات الجماهيرية والتي فيها زخم إعلامي، لذلك دائما ما يظهرون في هذه المباريات ودائما ما يتوارون في مباريات أو في المباريات الأقل جماهيرية والأقل إعلامية. جميل. طيب سعد، كان فيه سيطرة تامة من الأخوية القطري في مباراة الدوحة، لدرجة أنه هذا الفريق فارق بشكل فني كبير عن فرق المجموعة، لكن اليوم أيضا الاتحاد سيطر. النوايا الهجومية المبكرة من الاتحاديين كان لها دور في الحد من ظهور الأخوية بمستواه؟ بشكل مؤكد، يعني أنا أعتقد أنه اللي يعرف طريقة الاتحاد أو لعب الاتحاد من خلال الموسم هذا أو خصوصا منذ استلام الكابتن خالد القروني إلى دفة الفريق، وهو الفريق يلعب دائما على الارتداد الجيد ويلعب على التنظيم الدفاعي دائما من الثلث الأخير أو من الثلث وسط الملعب، لكن قد يكون اللعب على الضغط العالي، اللعب على الاستحواذ، على بناء الهجمة من الخلف، فاجأ فيها الفريق الاتحادي نادي الخوية. نعم. وأعتقد أيضا أنه أحيانا قد تحصل مثل هالمباريات هذه اللي دائما تحدث أنه الفريق يكون ما هو في يوم أو مو في يوم أو ما هو في أفضل عطاءاته. نعم. هذا ما حدث للخوية. نعم. عجبتك الطريقة التكتيكية للاتحاد اليوم؟ جمل، مهارات فردية، جماعية، شو الأكثر شيء لفت انتباهك؟ وما في شك الاتحاد خصوصا من وسط الملعب والهجوم يتميز حقيقة بالسرعة، يتميز بالمهارة، يتميز بأنه اللاعبين مع بعض لهم فترة من درجة الشباب الأولمبي مع المنتخبات الوطنية. قد يعيب على الاتحاد الخط الدفاعي وحراسة المرمى، واللي قد تحتاج إلى ترميم أكثر أو تحتاج إلى يعني خبرة أكثر ووقت أكثر، لكن مشكلة الخبرة قد تأتي في وسط الملعب والهجوم وقد تتحملها، لكن الخبرة الدفاعية إذا كانت غير موجودة قد يتحملها الفريق في المباريات القادمة. جميل. تتوقع أنه ريهان القروني زميلك خالد القروني أصبح الآن على اللاعبين الذين أشرف عليهم في المنتخبات السنية، يعني تكلم عن قاسم، تكلم عن معن بدأ يصير أساسي، تكلم عن عبد الفتاح اللي ما كان أساسي وأصبح أساسي، فهد المولد أيضا من ضمن اللاعبين اللي خرجوا من تحت عباءة خالد القروني. ما في شك بتام، ما في شك أنه اختيار خالد القروني كان اختيار موفق من إدارة الاتحاد. مدرب يعرف لعيبة الاتحاد ويعرف كل صغيرة وكبيرة في مستوياتهم وإمكانياتهم، لذلك نعم. هم الآن قاعدين يبرزون ويوضحون بشكل كبير، خصوصا عبد الفتاح عسيري اللي أعتقد له مستقبل كبير في الكرة السعودية. نعم. شكرا جزيلا سعد شهري، وذكر بالمواجهة السعودية القطرية في هذا الأسبوع، كانت ثلاثة للسعودية ومباراة للقطريين، كانت نتائج مميزة للفرق السعودية التي قلبت الكثير من موازينها الترتيب في مجموعاتها، وما زال هناك أمال واسعة للاتحاد والهلال للعبور إلى الدور التالي، بينما الشباب تقريبا ضمن عبور إلى الدور التالي. نبارك لكل الفائزين.
هذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها في المرمى وفي أحمد عباس يطوي ملف المنشطات ويستشرف المستقبل مع كارينيو، وجماهير في المرمى تجيب على أو تبدي آراءها حول نقل مباراة التتويج من بريدة إلى الرياض.